أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل للأردنيين الباحثين عن عمل في قطاع البنوك وصرافة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن فرص العمل متوفرة من خلال المعرض الوظيفي الدائم في مديرية تشغيل عمان الأول بالعبدلي للأردنيين من حمل درجة البكالوريوس بتقدير جيد مع إجادة اللغة الإنجليزية للعمل في قطاع البنوك وصرافة. وحددت وزارة العمل التخصصات المطلوبة وهي المحاسبة والإدارة والعلوم المالية والمصرفية والمصارف الإسلامية. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه المؤسسات تمنح العديد من الحوافز كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والراتب بحسب الخبرة والكفاءة بالإضافة إلى راتب 15، وسيخضع من تنطبق عليه الشروط إلى امتحان مستوى ومقابلة شخصية.